البرتغال وتحديدا مع فيليبي بيدرو المدير الفني السابق لفريق سبورتنج لشبونه. هو تولى تدريب فريق الشباب لفتره طويله، ثم بعد كده تولى تدريب فريق سبورتنج لشبونه بي. هيكون ضيفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه طبعا شكرا على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. مرحبا. في بداية الأمر أود أن أشكركم وأبدي سروري على استضافتي على قناتكم وإتاحة الفرصة لي لإبداء آرائي بخصوص العديد من الأمور، وتحياتي لكل الجماهير المصرية خصوصا جماهير الأهلي في مصر. أنا سعيد لتواجدي معكم. شرف لينا وجودك معنا، وخليني أبدأ بملف الصفقات والانتقالات لاثنين الحقيقه من اكبر نجوم الكره البرتغاليه، سواء في الماضي طبعا مرحله طويله كان فيها كريستيانو رونالدو ملك متوج، وايضا جوهره البرتغال الحاليه جواو فيليكس اللي انتقل من اتلتيكو مدريد على سبيل الاعاره لتشيلسي الانجليزي. خليني ابدا مع فيليكس بما ان هو بيمثل مستقبل الكره البرتغاليه. شايف الخطوه دي ازاي، وشايف حجم الاستفاده اللي ممكن تكون موجوده او تعود على نجم طبعا مبشر جدا بحجم وبقدرات جواو فيليكس مع مشاركته مع تشيلسي في الدوري الانجليزي؟ بالنسبه لجواو فيليكس، اعتقد ان الجميع يعرف ان جواو فيليكس او ان اتلتيكو مدريد قد سيفقد جواو فيليكس كثيرا، واعتقد انه سيستفيد كثيرا من انتقاله لتشيلسي. واعتقد ان انتقال جواو فيليكس من البرتغال من بنفيكا كان امرا مفيدا لاتلتيكو مدريد في بدايه الامر. هو لم يظهر كل ما لديه في اسبانيا، وبالنسبه له في هذه اللحظه اعتقد انه سيستفيد كثيرا، وخصوصا ان دييغو سيميوني لم يستطع ان يظهر كل ما لدى جواو فيليكس. اعتقد انه تعامل جيدا مع اللاعبين والجماهير، ولكن فرصته ستكون اكبر بالنسبه لانتقاله لتشيلسي. هذا الامر يحدث مع كثير من اللاعبين، ولكن السؤال هو توقيت الانتقال. الأمر لم يكن سهلا. هل كان طبيعيا أن ينتقل جواو في هذا التوقيت وأن يتركه أتلتيكو مدريد؟ حينما انتقل أتلتيكو مدريد كان يوجد الكثير من الأندية التي ترغب فيه، والآن يوجد الكثير من الأندية بالفعل في أوروبا والدوري الإنجليزي ترغب في جواو فيليكس. حينما تقوم بعملية انتقال كهذه، فيجب على النادي أن يعرف ويركز ماذا فقد بالتحديد. فالنادي سيفقد لاعب كبير كجواو فيليكس، ولكن في النهاية أعتقد الأمر كان صعبا على جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد أن يظهر مهارته ويظهر كل ما لديه في إسبانيا. ربما الأمر يختلف في تشيلسي، ربما. وبالنسبة لي فالأرسنال أو مانشستر سيتي سيكون الخيار الأفضل بعد هذه الستة أشهر بالنسبة لجواو فيليكس. أستطيع أن أقول أنه في هذه اللحظة ستكون لحظات جيدة لجواو فيليكس في إسبانيا وفي إنجلترا. بالتأكيد يمكن جواو فيليكس واحد من أكثر المواهب الشابة اللي لفتت الأنظار في السنوات الأخيرة، ويستحق أنه ينضم لنادي أكبر من أتلتيكو مدريد، لكن هو يمكن اختبار كبير ليه لأنه تشيلسي بيمر بظروف يمكن تكون صعبة، والمنافسة في الدوري الإنجليزي بالتأكيد تختلف عن الدوري الأسباني. طب خليني أخذك لصفقة كريستيانو رونالدو، وإزاي شفت مفاجأة موافقته على الانتقال للدوري السعودي وتحديدا لنادي النصر، وشايف قدرة رونالدو على النجاح في تجربته الجديدة؟ نعم، كريستيانو رونالدو هو في نهاية المطاف بالنسبة له. أعتقد أن كريستيانو رونالدو كما يعرف الجميع قد أدى بشكل ممتاز في إسبانيا، قد أدى بشكل ممتاز في إنجلترا، ولكن هذا الانتقال لم يكن مميزا، حيث أن كريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة لم يكن في أحسن حال، وهذا الموسم
هذا الموسم كان صعبا على كريستيانو رونالدو، لنعرف الأسباب. كانت الظروف المحيطة به لم تكن في أحسن حال، وهذا يحدث للاعبين الكبار بطبيعة الحال. أعتقد أن هذه هي المرحلة المناسبة لكريستيانو رونالدو، لا تستطيع أن تكون في أعلى مستوياتك دائما، هذه طبيعة الحال. لكن بما أنك أنت كنت واحد من المسؤولين عن فريق سبورتنج لشبونة، يعني خليني أسألك، وده حصل وتكرر على مدار تاريخ كبير مع أكبر الأسماء، يمكن في أسماء كتيرة جدا قررت أنها تنهي مشوارها في الأندية اللي بدأت فيها، ما كانش في رغبة لدى المسؤولين في سبورتنج لشبونة ولدى جماهير سبورتنج لشبونة أنه بما كريستيانو رونالدو، بما أنه رونالدو قرر الرحيل عن اليونايتد، أنه ينهي مشواره أو تكون خطوته الأخيرة ومحطته الأخيرة هي نادي سبورتنج لشبونة، النادي اللي قدمه للعالم كله؟ نعم نعم، أكيد المسؤولين ربما أرادوا ذلك، ولكننا لا نعرف كيف سيكون الأمر مع كريستيانو رونالدو إذا عاد لسبورتنج لشبون. بالطبع بالطبع الأمر لن يتعلق بالمال، والأمر لن يتعلق بقيمة التعاقد. وبالنسبة لنا، بالنسبة لنا لدينا العديد من اللاعبين الكبار، وستكون فرصة جيدة، ولكن الأمر الآن الأفضل لرونالدو لإظهار ما لديه. ربما مستوى المنافسة لن يكون مناسبا، ولكن بالطبع نرحب برونالدو إذا أراد أن يعود لسبورتنج لشبونة. خليني أخذك للمنتخب البرتغالي اللي يمكن بيضم عدد كبير جدا من الأسماء ومن النجوم، لكنه ما قدمش مردود جيد يتناسب يعني مع قدراته في بطولة كأس العالم الأخيرة، ثم كان الإعلان عن انتهاء مرحلة فرناندو سانتوس وتولي مسؤولية المنتخب البرتغالي للمدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز. إزاي شفت الخطوة دي، وهل بترى أنه مارتينيز قادر على إعادة المنتخب البرتغالي مرة أخرى على منصات التتويج أو المنافسة على الأقل على مستوى الألقاب؟ بالنسبة للبرتغال في كأس العالم الحالي، كان الأمر صعبا، وخصوصا أمام المغرب. كنا المرشحين للتأهل بالفعل، ولكن الأمر كان صعبا كثيرا على منتخب البرتغال. نحن نأمل ونتوقع أن يكون الحال مختلف مع روبرتو مارتينيز. وبوجود روبرتو مارتينيز الآن على رأس قيادة الفريق، فأعتقد أن نأمل أن نكون محظوظين مع المدربين الأسبان. أنا أعرف الكثير عن سانتوس، كان مدربا متواضعا مع اللاعبين وكان يعامل اللاعبين باحترام، ولكن الأمر الآن اختلف بقيادة مختلفة لروبرتو مارتينيز. أنا أشعر أن روبرتو مارتينيز لديه الجودة والكفاءة العالية التي تمكنه من قيادة المنتخب البرتغالي. ليس الجميع سعداء بوجود روبرتو مارتينيز في البرتغال أتحدث، ولكن لنرى الفريق كيف سيكون الفريق معه، كيف يؤدي. أعتقد أنه سيؤدي بشكل جيد إذا اندمج مع اللاعبين بشكل سريع. لدينا فترة للمشاهد، سيكون الأمر صعبا على روبرتو مارتينيز في هذه الفترة، ولكني بشكل شخصي أتمنى له التوفيق، وأتمنى أن يعيد المنتخب البرتغالي على مسار الفوز مرة أخرى. هل تعتقد أن المنتخب البرتغالي هيعاني في مرحلة ما بعد كريستيانو رونالدو وافتقاد الفريق لنجم بحجم وبقدرة وبخبرة كريستيانو رونالدو، ممكن يسبب هزة لمنتخب زي المنتخب البرتغالي؟ نحن نتحدث عن اعتزال أو ترك أكبر موهبة في العالم لمنتخب بلادها. ولكن إذا نظرت للمنتخب البرتغالي ستجد العديد من المواهب والأسماء الكبيرة. أعتقد أن المرحلة القادمة ستظهر لنا الكثير من الأسماء على مستوى الساحة البرتغالية والأوروبية. بالطبع لدينا برناردو سيلفا، لدينا أسماء كبيرة في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي،
لم يتميزوا بالفعل في كأس العالم الحالي، ولكن لدينا العديد من اللاعبين الشباب والأسماء الكبيرة والكثير من المواهب الرائعة في البرتغال وخارجها. كما قلت أنت، هذا نهاية عهد، فبالتالي كريستيانو رونالدو قد انتهى عهده. الأمر كان مميزا ولكن الآن لم يعد كذلك. خليني أتفق معك يعني أنه في جزء كبير جدا من الجماهير اللي كانت متعاطفة أو بتشجع المنتخب البرتغالي كان ده بسبب وجود الظاهرة كريستيانو رونالدو. إزاي شفت التعامل مع رونالدو في بطولة كأس العالم؟ عدم مشاركته، تهميش دوره، كتير من عشاق رونالدو يعني شافوا أنه كان لابد من تكريم رونالدو على مشواره وعلى نجاحاته مع الكرة البرتغالية وأنه ساهم في أنه يوصل بالمنتخب البرتغالي على الأقل تحقيق لقب اليورو. حسنا، رونالدو لأقول شيئا، رونالدو لا يزال أسطورتنا. رونالدو من الصعب علينا كبرتغاليين أن نجد رمزا كرونالدو في المستقبل، وأن تحافظ على مكانتك هذه وتكون في المقدمة دائما. الأمر صعب أن تكون كلاينيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، الأمر صعب. فميسي على سبيل المثال هو موهبة نقية، تشعر أن ليونيل ميسي لا يبذل مجهودا، ولكن رونالدو بنى نفسه بنفسه. رونالدو لقد رأينا رونالدو وهو يجتهد وهو يبني هذا الجسد المثالي ويقوم بما يقوم به. رونالدو أسطورة حية، يذهب دائما كل يوم مهما كان العمر، يذهب إلى الصالة الرياضية ويقوم بالتمرينات مهما كان عمره، ولكن بالطبع هذه نهاية عصر. خليني أقف عند النقطة دي فيما يتعلق برونالدو، لأن الحقيقة يمكن في نجم بيقال أنه من نجوم الظل، بشوف واحد من أهم نجوم المنتخب البرتغالي والكرة البرتغالية عموما، ولكن يمكن مش واخد حقه من تسليط يعني الأضواء عليه بشكل كبير. بتكلم على لياو طبعا نجم الميلان، اللي اتقال انه في اهتمام بعدد كبير من الانديه الاوروبيه الكبيره مهتمه بالتعاقد معاه. هل بتشوف انه في جديد، وهل من الممكن انه ينتقل خلال الميركاتو الشتوي لواحد من الانديه الكبرى في اوروبا؟ نعم، انا اعرف لياو منذ ان كان صغيرا، منذ اكثر من 15 عاما. كما ترى هو لاعب رائع، هو لاعب قادر على خلق الكثير من الفرص، سواء بالتهديف وإنهاء الهجمات أو صناعة الأهداف. أعتقد أنه إذا رفض أن يمدد عقده مع الميلان، سيكون أمرا منطقيا أن يذهب إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا. فيليبي بيدرو، المدير الفني السابق لفريق سبورتنج لشبونة، بشكرك شكرا جزيلا طبعا على مشاركتك معنا في السادسة.